المواطنين باختلاف مستوياتهم الفكرية وجميع المؤسسات الأمنية. Chef de colonne mobile 1, chef de colonne mobile 2, chargé de formation et le chef de colonne. طبقا للاستراتيجية العامة للدولة الجزائرية. المتنقل تتمثل في 54 فردا، والرتل الثاني يتكون من 45 فردا مجهزين بكل الوسائل الضرورية والتسيير الذاتي لهم لمدة 7 أيام، يعني 7 أيام على 7 أيام تنطلق ابتداء من الفتح جوية إلى غاية 31 أكتوبر 2020. ابتداء من 15 ماي إلى يومنا هذا عرفت ولاية المدية ما يفوق 38 حريق، 5 منها حرائق الغابات و11 حريق خاص بالأشجار المثمرة، والبقية هي عبارة عن حرائق محاصيل زراعية وحصيدة. بداية حملة حرائق الغابات إلى يومنا هذا احنا الى اليوم جويلية من سنة 2020، يوم 2 جويلية 2020 سجلنا 19 هكتار من الخسائر مختلف التشكيلات الغابيه، ونتشكل فيها يعني التشكيله الغابيه يعني الغابات 0.80 هكتار فقط، اما باقي الخسائر فهي تخص الاحراش والادغال. اذا ما قارنا نسبه الخسائر في السنه الماضيه من نفس اليوم، كنا السنه الماضيه في حدود 30 حريق بمساحه محروقه بحدود 200 هكتار، يعني حتى يعني مقارنه بالسنه الماضيه يعني الامور ان شاء الله راهي تمشي على ما يرام، وحنا ناكدوا في المخطط هذا على التنسيق ما بين التدخل الاولي للافراد تاعنا وابراج المراقبه تاعنا، وكذلك التنسيق مع افراد الحمايه المدنيه اللي تم تزويدهم بالرتل الثاني واللي هو اضافه للولايه تاعنا.